تواصل معنا زبون وسألنا كيف بيمشي الموديول Analog to PWM، فقررنا انه نجربها ونعمل عنا فيديو تا نقدر كلنا سوا نستفيد. So guys، هيدا الموديول كتير سامبل، بتلاقوه بشركة CB Electronics، فيكم تتواصلوا معهم على الأرقام يعني عم تقطع هلأ أو عبر الويب سايت طبعاً. الموديول سامبل جداً، بتكون بس 4 connections، عندكم الانبوت بتحطوا البلاس على VN بلاس والجراوند على VN ماينس، والاوتبوت تبعه كمان بتاخدوا PWM يلي هو البلاس سيجنال والجراوند يلي هو الموا. سو انا شو عملت جايز، اول شيء طلعت بالديتا شيت تبع هيدا الايتم ولقيت انه الكرنت يلي بيتحمله على الاوتبوت هو 30 ملي امبير، فما بنقدر نحط له موتور او نحط ليد او نحط وات ايفر، ما بتزبط. فاللي عملته اني استعنت ب دايركت ترانزستور لانه بدي ترجم سينيال بي دبليو في ام او اول كرنت تبعه، فاستعملت بي دي دبليو 83 سي، وهيدا الترانزستور يلي استعملته بقدر من خلاله مشي هيدا الموتور واتحكم بسرعته. شو اللي عم بيصير؟ اللي عم بيصير انه هون عم بعطي تقريبا 3 فولت، اوكي، لانه انا حطيتها على الشارجر، رح نقيسها هلا قدامكم. منشوف هون انه في تقريبا 3.30 او 3 فولت وات ايفر، اوكي، دونك هيدا عم بتفوت على الانبوت تبعي، ومن الاوتبوت رح يطلع لي فولتاج بس فورم بي دبليو في ام. سو ليكو شو رح اعمل، رح احط، رح وصل كل شيء. اذا عبالكم جايز تعرفوا هيدا البارت كيف عملتها، فيكم تحضروا التيتوريال نمبر 2 باردوينو فور ابسولوت بيجنرز، البلاي ليست اللي موجوده عندنا على الشانل، بس محل 330 اوم بتحطوا 5.3 كيلو اوم تتقدر تشتغلوا على الترانسبورت. انيويز ما رح طول الفيديو بقى، هيدي واقفه لانه الديوتي سايكل هي 100%، سو انا مشيته هلا على البطيء في اتحكم بسرعته. سو بقدر اتحكم بالسرعه تبعه، هي تقريبا لينير جايز، مثلا هيدا الفول باور تبعه عم بخف، عم بخف اكثر وبعدين بيوقف. اوكي، كمان الفريكوينسي بتقدروا تتحكموا فيها، الفريكوينسي تبع البي دبليو في ام، دونك رح احطها مثلا 1 كيلو هلا. اوكي، كمان رح غير بالبي دبليو في ام، بنشوف كمان انه بعدنا عم بقدر اتحكم بسرعته. إذا شلت الموتور وشلت البي دي دبليو 83 حطيت دغري الليد عليها بما انه هي بتعطيني 30 ملي امبير، بس تنجرب على ضوء. سو هلا مثلا بقدر غير بالديوتي سايكل، بنشوف انه اللمبة عم تقوى تقوى تقوى، وكمان بقدر علي بنشوفها عم، اوكي، عم بتغير البرايتنس تبعيتها. هيدا الايتم جايز موجود عند شركة CB Electronics، فيكن تتواصلوا مع الشركة عبر الويب سايت او عبر الرقم يلي عم يمرق هلا، واذا عندكن اي سؤال عن حيالله برودكت تواصلوا معنا، نحن بنقدر انه نجرب هيدا البرودكت، نعمل عنه فيديو ونفرجيكن اياها، واذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب، وانا برجع بشوفكن فيديوهات تانية.